نديرو قهوة أو شنو حنديروها باردة ماشي سخونة. قهوة باردة. قهوة باردة. نعم. دوك هذيك دوك سخانة ولا آخر واحد باش يقعد يشرب قهوة. حنا كاع نحبوا قهوة سخونة اللي طلع من الفراز. مي كاين اللي يحبوا القهوة اللي يدوها معاهم ولا لازم تكون باردة والقهوة تعدل لك المزاج تاعك الصباح. حنا لازم لنا قهوة. كان عيب نمدوا كان زمان عيب نمدوا قهوة باردة للضيف. انا نشفى كانوا يهضروا يقول لك عيب كي تروح للدار يحطوا لك يحطوا القهوه بارده. شوف ما رحبوش بيك حطوها لك بارده. دوكا ولاو يبردوها باش يرحبوا بيك. صح صح, صح. تغيرت. راح نكتشفوا معاك ونجربوا مذاق القهوه البارده اليوم. نعم حنديروا قهوه بارده ولا كافي غلاسي. واش حنديروا فيها؟ عندنا كميه تاع القهوه سريعه الذوبان. انا نخدموا بقهوه سريعه الذوبان ما نخدموهاش بالقهوه العاديه البودره تاعنا. اسمح لي نقطعك برك. انا نعرف انه فيه تي غلاسي. كاين تي غلاسي في انجلترا يعني هذا المشروب انجليزي. نعم هما الاوروبيين كاين اللي يشرب عندهم كما قلت القهوه ولا الشاي كاين اللي يشربوهم غلاسي باردين. يشربوهم باردين. راح نجربوا اليوم. نعم قلنا عندنا هنا كميه قهوه سريعه الذوبان. عندنا كميه تاع كريم كراميل. كراميل لهنا الكراميل تمشي مع القهوه. واليوم نديروا السكر ولا نديروا الكريم كراميل هي من تمدنا لا تيكستير تاع القهوه ديالنا وتعطي الحلاوه. نعم وكذلك تمدنا حلاوه في القهوه ديالنا. كميه تاع الجليد لا لي غلاسون شويه تاع الماء وبيان سير الحليب. هنا لهنا دوك نديروا الخليط تاع القهوه والكريمه هايلي. عندنا كميه تاع قهوه بالحليب. راح تشبه الكابوتشينو هي بارده. تشبه كابوتشينو. نعم بصح شنو الحليب ماشي حنخلطوه بها. الحليب حنديروه اضافه زيدو مع السكر. نعم اللي يحب هكذا ويسخنها عادي ولا لازم تكون بارده؟ تقدر. احنا نديروها كابوتشينو قهوه حليب حبيت نسخنها ولا قهوه تديرها كيما نديرها خليني شويه ولا قهوه خليني شويه نسخنها قهوه كحله ساده بلا سكر. دارنا لي بلاصه واش خلاص. نعم ونديروا كميه تاع الماء. الماء اللي نديروا تدريجيا باش تحصلوا على هذاك الكريمه اللي تكون فيها. ولي غلاسون يعطي الكثافه هذيك صح؟ نعم لي غلاسون هو اللي يمد يزيد الكثافه. يزيد الكثافه ويمد لها هذيك لا تيكستور اللي تمد لك شغل يلموس فيها. يمد الرغاوي يدير الرغاوي. في قد ما تحب تزيد تطلع لها تزيد لها الفوليوم قد ما تزيد تطلع لك تمد لك هذيك لاموس اللي تكون فيها. نعم حنا لهنا دوك نعمروا هذاك الخليط تاعنا تاع القهوه. اللي يحب يشربها هكذا عادي يقدر يشربها عادي. واللي يحب يضيف لها الحليب يضيف لها الحليب. وكيما اما تحبي تسخنها تقدري تسخنها. دوك نشوف معليش نجربوا حاجه جديده يعني. نعم مليح. هنديروا كميه. حرمتني من القهوه بصراحه ما واش ما لازمش تحرمني من المذاق الطيب. لازم نسبن. هي لازم تبرد تشرب باردة خير. هي القهوة يعني فيها بنينة بنينة بطبعها بنينة. خلط لها في الحليب. هنا ونكملوا. هنا قد ما تقدر عندنا لطفي قد ما تزيد تخليها تطلع قد ما تمد لك هذيك لاموس اللي تكون فيها. يا درا. يا سكر يا سكر. يا جو كراميل. يا الكراميل. يعطيك الله جي. شباب ترافقوني مخرجنا. يلا بسم الله. شكرا. الله يسلمك بصحتك. وراولي معمر بزاف. شكرا لطفي. هاك تفضلي. حنجربوا على بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بنين شيف نديم. هايل. نعم هي كي تكون بارده مام الكو كراميل هذاك يبدلها. الكراميل هو اللي يبدلها كامل. يبدلها كاع الكو تاعها. ممكن تشربها تطلع فيها الكو هذاك المر المراره تاع القهوه. القهوه.